سلطتنا بقى سهله وبسيطه جدا، مفيهاش اي حاجه. عباره عن ساور كريم مع مايونيز مع مستارده وكزبره، بصل اخضر، كرفس، جبنه موتزاريلا، وبيض مسلوق. هنحط الجبنه الموتزاريلا المايونيز هنا. لو ما كانش فيه ساور كريم كنت هحط لكم ليمون، بس بما ان فيه ساور كريم فمش محتاجينه. هنحط شويه من الكزبره مع المستارده، مع الكرفس، مع البصل الأخضر، هقلبه كده كويس قوي، مع البطاطس المسلوقة، وما بتبقاش مسلوقة قوي النوع السلطة ده. جبنة موتزاريلا، بنقدم معاها كده بيض مسلوق والصوصج او الهوت دوغ.